انا متجوز بقى لي 4 سنين. ده 2015. تمام. وفي بدايه الجواز اصابونا هي عايزه تروح عند اهلها كتير. يعني وانا حددت لها يومين في الاسبوع تروح عند اهلها. اليومين جروا 3 ايام، جروا 4 ايام. كل ما راح اخدها الصابونه تقول لي انا تعبانه سيبني شويه. هي اسره الصابونه، هي اسره سيدنا 5 افراد اخوات، وابوها وامها، هي عائله كبيره يعني. فانا حاولت اعالج المشكله ديت مره واثنين وثلاثه وما عرفتش. فقلت ممكن ربنا يكرمني المدام ترتاح في البيت وكده وتقعد. طبعا ربنا كرمني وحصلت المشاكل يا سيدنا. تقصد انه لما تخلف يعني، صح؟ المدام تولد ربنا يكرمني، قلت المدام يعني هترتاح في البيت، هتقعد يعني هتربي الطفله وكده والمشكله هتتحل. تمام. المشكله ما اتحلتش حضرتك، واهلها عملوا معايا مشكله يعني هي سبب المشكله. بس خلينا نركز واحده واحده. سبب المشكله ان انت شايف ان هي بتروح عند اهلها كتير، هو بس ده سبب المشكله؟ بتروح وبتخدمهم. لا، ده مشكله اكبر من كده كمان. يعني هي المشكله بتروح وبتخدمهم، وانا بكلم حماتي بقول لها يا حماتي انا دلوقتي ما ينفعش ان انا اروح من البيت ما تلاقيش مراتي. تقول لي انت عندك الاكل طلع وسخن. الاكل المدام حاطهولي في الثلاجه او في البوتاجاز، بتقول لي هي قاعده يومين ثلاثه وبطلع وسخن انت. طبعا الرد ما عجبنيش. بكلم حمايه قال لي ما تسيبها براحتها، سيبها على حريتها. انا اتكلمتها مره واثنين وثلاثه ما عادش اعالج المشكله. طبعا احنا كنا قاعدين في قعده، وبعدين اخواتها غلطوا فيا وابوها غلط فيا باسم والدتي، فابتدأت بقى المشكله. والمدام كانت حامل في 6 شهور. ولدوها من غير ما اعرف. عرفت ان بنتي في الحضانه. رحت علشان اقول لهم دي بنتي، قالوا لا ده حماك اجى وقالوا اللي انت في الصعيد ليك مش ابوها. طلعت لهم البطاقه وطلعت لهم شهاده الميلاد وقلت لهم لا دي بنتي. وبعدين دخلت لجنه مصالحات، عايز اكتب قايمه ب 153,000 جنيه، وعايز النفقه زي ما هي اللي انا بدفعها، وعايز ارجع الشقه اللي انا كنت مأجرها. انا وافقت ان انا ارجع الشقه ووافقت النفقه زي ما هي، لكن ما رضيتش على القايمه. وانا اصلا يا سيدنا ما دخلتهمش محاكم، هم اللي دخلوني محاكم. وانا ما كنتش عايز الموضوع يكبر عن كده. هي بس الفكره انه فعلا سبب المشاكل بس انه هي كانت بتروح عند اهلها وانت ما كنتش راضي عن الموضوع ده، فالموضوع كبر من النقطه دي، ولا في حاجه تانية، مشكله تانية هي اللي كبرت الموضوع كده؟ لا، المشكله اللي انا مش تحت طوق اهلها، اللي انا اهلها عايزين يمشوني على مزاجي. طيب يعني اسمع راي سيدنا، يعني لو عندك تفاصيل تانية ممكن تقولها وسط الكلام، بس اسمع راي سيدنا. الحقيقه الموضوع برضو فيه شقين اساسيين. احيانا سيطره الزوجه تبقى سيطره صعبه جدا جدا، ومش عايزه تفرط في بنتها مهما كان، ودي غلطه الام الكبيره دي. وغلطه البنت انها باستمرار عند امها وسايبه المفروض جوزها، وده غلط. ده امر الكتاب بيقول ليس للمراه تسلط على جسدها بل الرجل. فهي دي غلطه كبيره عندها. ولكن نسأل برضو امتى الزوجة تنتمي لأسرتها أكتر من زوجها؟ لما تحس إن محبة أسرتها أقوى واهتمامهم بيها أقوى من اهتمام زوجها. لأن جاي زوجها بيهتم ببعض الأمور وهي عايزة اهتمام آخر وحنية وطبطبة وحاجات زي كده. جايز الزوج أحيانا يبقى عنده اهتمامات أخرى، فهي تميل إلى الاهتمام، الحنية والاهتمام والطبطبة والحاجات دي، وشافتها في أمها طول عمرها. طبعا ده غلط، أنا ما بقولش ده صح، لكن برضه هو عليه العاتق الأكبر أو المسؤولية الكبيرة. لو هو احتضن مراته واهتم بيها قوي هتلتجئ ليه، مش هتلتجئ لأمها. هو الإنسان دايما يلتجئ للحضن الأدفى والحضن الأهم اللي بيهتم بيه قوي واللي بيطبطب عليه قوي. فلو لقيت الزوج هو اللي بيعمل كده هتبتدي تنفصل تدريجيا عن أهلها. لكن لما الاقي إن أهلها هم اللي بيعملوا كده والزوج مش بيعمل كده، هتعمل إيه؟ هتروح لأهلها. إحنا مش بنقول ده صح، لا ده غلط. فالزوج لازم يطبطب عليها أكتر ويهتم بيها أكتر ويحبها أكتر، ويبقى همه إن يراضيها وهمه إن يسعدها، إنها تكون سعيدة معاه. لما يعمل كده، احنا دايما بنقول الراجل يهتم بسعادة زوجته والزوجة تهتم بسعادة زوجها. لو وصلنا لكده يبقى مفيش مشاكل في البيت. لكن أحيانا أحد الطرفين يهتم بسعادته هو، يعني عايز ياكل، عاوز كذا، عاوز الأمور دي عايزها، لكن هو ما بيدورش إن هي إزاي وإمتى تكون سعيدة. لأن هي أحيانا تبقى عايزة تقعد معاه، تتكلم معاه، عايزة طبطبة، عايزة حنية، عايزة كلام جميل. هو جايز يعني ما بيعملش الحاجات الأساسية اللي بتحتاجها أي زوج. فهو مسؤول عن حاجات وهي مسؤولة عن حاجات، وأمها نناشدها إنها ترفع إيديها شوية عشان بنتك ترجع لجوزها، لأن ده الوضع الطبيعي إن هي تكون مع جوزها طول عمرها، وإنتي من حين لآخر ممكن تزورك، تتصل بيكي بالتليفون، تنفصل تدريجيا، مش كراهية لكن انتماء لهذا الرجل. طب دلوقتي الموضوع وصل للمحاكم. ما هو معلش، المحاكم دي ممكن نأجلها وحد يخش وسيط يقنع الحما لا أنت غلطانة، ويقنعه هو، يقول له اهتم بزوجتك، حبها، كلمها كلام جميل، ما يكونش همك امور اخرى اكل وغيره. معانا حضرتك على التليفون؟ ايوه، هو حضرتك يا سيدنا، هو حمايه واخواته وولاده دماغهم ناشفه، هم اللي مش عايزين يحلوا، الكنيسه اتدخلت ودخلت لجنه مصالحات، وكل اباط الكنيسه اتدخلوا، قالوا لي اباط الكنيسه بيقول يا مايكل دي دماغه ناشفه، هم مش عايزين يحلوا. انا عايز بنته وعايز مراتي يا سيدي، انا عايز بنته وعايز مراتي. اللي عايز ده عايز يعمل حاجات عشان يوصل، زي واحد عاوز يعمل مشروع لازم يخطط له، خطط. اللي هي عايزه كلمه حلوه، عايزه طبطبه، عايزه تكلمها كلام، اي واحده في الدنيا عايزه كلام جميل. صدقني يا سيدنا انا عملت ده كتير، امال سابتك ليه؟ انا مش شايف منها حنيه، مش شايف منها ان هي بتحبنا يا سيدي. انا شايف منها كل اللي بتقول لي عايزه وعايزه 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 عايزه عايزه كل حاجه، وانا مش موجود في حياتها يا سيدي. انا ما اعرفش هي اتجوزتني ليه اصلا، هل في تحولتوا لمجلس اكليريك عندكم في الابروشيه؟ لا يا سيدي، دخلت لجنه مصالحات وباباها واخواتها. المجلس الاكليريكي يا ابني همه المصالحات مش همه الطلاق. دايما الناس فاهمه كلمه مجلس اكليريكي يعني يطلق، ابدا ابدا. احنا همنا الاساسي عوده البيت الى كيانه السليم، ولما خلاص بنفشل بنبتدي نلتجئ لامور اخرى، لكن الهدف الاساسي لجميع المجالس الاكليريكيه هي اعاده الاسره الى كيانها الاصلي ووضعها السليم.